أهلا بكم في فقرة الغش ممنوع. دائما ما يروج الحوثي في خطاباته أنه قام بثورة في 21 سبتمبر 2014. وقبل الحديث أو التوصيف لهذا اليوم، دعونا نتعرف على مفهوم الثورة. هناك العديد من التعريفات لمصطلح الثورة. فالثورة تعرف بأنها التغيير الذي يحدثه الشعب لتحقيق طموحاته وتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات. والثورة هي فعل جماهيري واعٍ يشترك فيه جميع فئات الشعب، هدفها تحقيق المصلحة العامة للجماهير. إذن دعونا نقارن أدبية الثورات وأهدافها بما حدث في 21 سبتمبر والنتائج التي أعقبتها، ونسرد لكم بعض إنجازات 21 سبتمبر التي يفاخر بها الحوثيين ومن تحالف معهم واعتبروها إنجازا لهم. أول إنجاز الـ 21 سبتمبر 2014 أنها الإعلان الرسمي لبداية الحرب الأهلية الشاملة في اليمن، التي وصلت نيرانها إلى كل المحافظات وتسببت بخسائر، نسرد لكم بعضا منها. نبدأ بالاقتصاد. هل تعلم أن خسائر الاقتصاد اليمني منذ سقوط صنعاء في 21 سبتمبر 2014 حتى اليوم تفوق 110 مليار دولار بحسب تقرير البنك الدولي؟ وبحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن عدد الضحايا الذي سقطوا من 2014 حتى 2021 يتجاوز 250 ألف شخص، منهم 25 ألف مدنيين، بينهم 8 ألف أطفال. وخلال 6 سنوات الحرب من 2014، فإن هناك ما يقارب 8526 منشأة تدمرت أو تضررت. وتفيد آخر الإحصائيات بأن عدد المنازل المدنية المدمرة والمتضررة جراء الحرب في اليمن بلغ 458 ألف منزل، أغلب ساكنها اليوم صاروا نازحين. ومنذ 2014 حتى اليوم صار هناك 3,600,000 نازح داخلياً و2 مليون لاجئ خارج البلاد. بالنسبة للعملة المحلية، فقد تراجعت قيمة الريال اليمني من 21 سبتمبر حتى اليوم 450%. ومن إنجازات 21 سبتمبر أيضاً، صرنا في بلد أكثر من نصف سكانه يعانون من سوء التغذية، وقرابة 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. وذكرت التقارير أن حوالي 1340 مدرسة تضررت، 400 منها صارت مراكز إيواء، و33 مدرسة تحولت إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات. وأفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الحرب الدائرة في اليمن تسببت في تراجع التنمية البشرية بمقدار 20 عاماً إلى الوراء. أما إذا ما انتهت الحرب واستمرت إلى عام 2022، فسيبلغ معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاماً، أي ما يعادل أو يوازي جيل كامل. أما خسائر اليمن في قطاع السياحة خلال سنوات الحرب، فقد تجاوزت 5 مليار دولار. تم إغلاق 420 شركة سياحية، وسرح 95% من موظفين قطاعات السياحة بشكل كامل. بحسب تقارير أيضاً منظمة اليونيسف، كشف أن ما يربو على 2 مليون طفل، فتيان وفتيات في سن الدراسة، هم خارج المدارس حالياً بسبب الفقر والنزاع وانعدام فرص التعليم. ووفقاً للتقرير أيضاً، لم يستلم 171,600 معلم ومعلمة، أي 1/3 العاملين في هذا المجال، رواتبهم بشكل منتظم لمدة 4 سنوات. وبفضل 21 سبتمبر، أصبحت الأمم المتحدة تصنف الأزمة الإنسانية في اليمن أنها الأسوأ في العالم. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الآثار السلبية واسعة النطاق للحرب في اليمن تجعله من بين أكثر النزاعات تدميرية منذ الحرب الباردة. ما ذكرناه هو جزء بسيط مما يراها المواطن أنها مآسي وخسائر، ويراها الحوثي وجماعة أنها إنجازات تستحق الاحتفال. والحقيقة التي الجميع يعلمها ويلامسها، فإن 21 سبتمبر 2014 ليست ذكرى ثورة، وإنما بداية نكبة. صحيح انخرط لاحقا أطراف أخرى لمضاعفة هذه النكبة،
ولكن يظل انقلاب 21 سبتمبر هو بوابة النكبة اليمنية الكبرى، ومهما حاولوا تزييف الواقع إلا أن هناك فرق كبير وشاسع بين الثورة الشعبية وبين إشعال الحرب الأهلية، فلا يضحكوا عليه.